سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وفي قربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وراك الحب، أراك الفرحة والزاد. القلب يغني فأسمع صوتك، قد نادى وأراك الحب، أراك الفرحة والزاد. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. النفس تهيم بك شوقا، أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. إلهي أنت أحمدك أرفعك أشد لك. مساء الخير أعزائنا المشاهدين، مشاهدي برنامج يعود فيحيينا. حنشكر الرب اللي بدينا فرصة ان احنا نتقابل معاكم كل اسبوع من جمعية خلاص النفوس بني سويف. احنا بنشكر الرب فعلا لأجل البرنامج الحلو ولأجل الجمعية المباركة اللي سبب بركة لكل العالم. بقابل الناس في أماكن كتيرة في خلفيات مختلفة، كلهم بيستنوا البرنامج يوم الاثنين أو يوم الثلاث صفحة جديدة عشان يسمعوا كلمة من عند الرب. وأنا النهاردة بصلي وأثق أن الرب ليه كلام خاص وليه رسالة خاصة لكل واحد وواحدة. أنت موجود النهاردة وبتسمع البرنامج مش صدفة، يعني مش لأنك بس بتقلب فجي برنامج قدامك يمكن أنت شايفها صدفة. أنا بثق النهاردة أن الرب ليه رسالة خاصة لي. النهاردة عنوان حلقتنا مقومات الأسرة السعيدة. وانت بتسمع العنوان ممكن تقول ياه ده الموضوع صعب، ده الأسرة السعيدة فين في الأيام دي، في تحديات في ظروف صعبة. أنا عايز أشجعك قبل حتى ما أقدم ضيوفي، أنا عايز أشجعك النهاردة وانت بتسمع الحلقة لو انت تعرف أسرة تاني، أخ ليك أخت ليكي، حد تعرفه عيلة تعرفها، اتكلموا على التليفون قول له افتح الكرمة في برنامج حلو بيحكوا عن الأسرة. أنا عارف إن في الأيام دي تحديات كتيرة للأسر، فإحنا جايين النهاردة بشكل خاص نحكي على المقومات وإزاي أعيش أسرة سعيدة حتى بالتحديات بالظروف الصعبة. إيه هي الأسرة؟ أنا متخيل عندي مفاهيم، هل دي بحسب كلمة الله؟ عشان كده أنا بشكر الرب كمان موجود معانا النهاردة
القسيس الغالي رجل الله القسيس إيليا موريس. أهلا بك يا قسيس. أهلا بك، أهلا بك، وشكرا لهذه الاستضافة. مسرور جدا أكون على قناة الكرمة ومن الجمعية الغالية على قلبي، جمعية خلاص النفوس ببني السويف. شكرا جزيلا. صراحة قسيس أنت مش بس غالي عليا لكن غالي على المشاهدين. حنشكر رب لأجل القسيس إيليا، يعني بيحب كلمة الله وكتابي، لكن كمان متخصص في المشورة الأسرية، والرب استخدمه مرات كتيرة مع عائلات ومع أسر. فأنا بشكر رب لأجله وبصلي الرب يحفظه ويحفظه لكنيسة الله ولعمل الله في كل مكان وكل الناس اللي بيتابعهم. لكن كمان عايز أشكر رب لأجل معانا مرنم عراقي، يعني أنا بشكر كمان العراقيين اللي بيتابعونا في أي حتة في العالم. يمكن قليل لما بتشوف معانا مرنمين مش مصريين، احنا النهاردة معانا مرنم عراقي الأخ عمار صبحي. أهلا بيك. أهلا بيك أخي شكرا. يعني بالعراقي يعني كلش زين، احنا مبسوطين ومبسوطين مش عراقي يعني، احنا فرحانين. أنا فاكر أول مرة رحت العراق وبعدين بقول أنا مبسوط فضحكوا، مش عارف ضحكوا ليه عمار يعني. يمكن فاكروها يعني أي ما أنا فهمت بعد كده أنا مبسوط يعني مضروب. لكن احنا فرحانين بالعراقي ومبسوطين بالمصري ان احنا معانا الاخ عمار صبحي وبنشكر رب لاجله. فاحنا النهارده معانا حلقه مباركه، بصلي لكل الاسر والعائلات في كل العالم اللي بيتابعنا النهارده. انا بشكر الرب واثق ان الرب ليه كلام. قسيس انا عايز ادخل في الموضوع. فعنوان الحلقه مقومات الاسره السعيده. نعم. لكن خليني ابدا بقراءه كتابيه وبعد كده عندي كام سؤال لحضرتك. اتفضل. القراءة الكتابية من مزمور 128 يقول كلمة الله: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك طباق وخير لك. امرأتك مثل قرمة مثمرة في جوانب بيتك، وبنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، يبارك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك سلامة على إسرائيل. فدي كلمة الله لينا النهاردة. قسيس أنت حضرتك اخترت العنوان مقومات الأسرة السعيدة. نعم. قبل ما أسألك أنت ليه حطيت العنوان ده قسيس؟ الحقيقة أنا يعني في زيارتي لمصر المرة دي زرت أسر كتير قوي. شرفت جدا ان انا ازور مدينة سوهاج، اسيوط، المنيا، الاسماعيلية، القاهرة. وفي الزيارات لقيت حالات اسر ظروف حواليها صعبة لكن الاسرة سعيدة، فعلا سعيدة. واسر اخرى متاح ليها كل مقومات الحياة لكن كان في شكوى شديدة جدا داخل البيت. علشان كده لما دعيت وأنا شاكر لهذه الدعوة، حط الرب على قلبي أتكلم عن مقومات الأسرة السعيدة اللي كتير جدا مفاهيمنا أدام أسرة سعيدة يبقى عندنا وعندنا 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 ناس عندها كل ده لكن فاقدة للسعادة، وناس لم تحظى بالكثير من الإمكانيات لكن عايشة في سرور وهدوء وسلام. ده السبب يعني العنوان الحلقة استقيته من الزيارات اللي زرتها. أنا بشكر ربنا لأجل كل بيت وبحترم كل بيت، لكن الروح اللي موجودة داخل البيوت كانت يعني متضاربة تماما. عشان كده أنا بصلي، كنت أتمنى أدخل جميع البيوت وأتكلم. ربنا استخدم قناة الكرمة والجمعية خلاص النفوس في بني سويف ان اقدر اتكلم مره توصل للملايين. بس انا عايز ابدا معاك الايام دي قسيس، لو انت تلاحظ يعني في لخبطه في المفاهيم. نعم. يعني بيقولوا دايما حط التعريف مظبوط عشان تعرف تقيس عليه. نعم. يعني لما اقول مقومات الاسره السعيده فكل واحد هيشوف بمنظوره. فانا نفسي بحسب كلمه الله يعني الاسره، يعني اوقات بيضيع المفهوم ده. يعني أنا لو مثلا بتكلم من مفاهيم الناس، في واحد يتخيل إن الأسرة إنه بس يرتبط بواحدة هي دي بالأسرة. يعني مجرد بس ارتباط جسدي أو أيا كان. فنفسي النهارده
بحسب كلمة الله، نرجع نعرف تاني الأسرة بحسب فكر الرب. فعايز أعرف للمشاهدين كمان. تعريف بسيط جدا، لو سألت أي حد عايش الحياة المسيحية البسيطة الطبيعية، الأسرة هي قلبين ارتبطا بعهد إلهي عن حب واحترام متبادل. اتنين بيحبوا بعض. تمام. ارتبطوا بعهد الله داخل فيه، وفي بينهم حب واحترام متبادل. ده كان فكرة الله من وراء وجود كلمة أسرة. سفر التكوين أصحاح 2 والآية 18. قال الرب الإله، اللي قال ربنا، الفكرة فكرته. المشروع مشروع. قال الرب الإله، ليس جيدا أن يكون آدم وحده. وربنا اللي قال أنا هصنع ليه معينا نظيره. وبعدين يقول في مستهل الأصحاح، وبارك هما وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. يبقى اتنين يعني دخلوا في عهد حب، الله طرف في هذا العهد، وفي احترام متبادل. ويمكن أثناء الحلقة هتعرض لبعض الأمور اللي بتساعد على استمرار هذا الحب داخل الأسرة. أنا عايز أقف عند التعريف معلش شوية. نعم. يمكن أنت بتقول هو تعريف بسيط، بسيط جدا، بس عايز اقول لك وسط اللخبطه وسط زحمه الحياه الايام دي والتعقيد، يعني اوقات بنحس ان الموضوع اصعب، يعني مش بس يعني هل مجرد الاثنين يرتبطوا ببعض بيحبوا بعض، بنسمع قصص وانت حابب بتدخل بيوت كتيره وقابلت في حياتك وفي خدمتك اللي بنشكر رب لاجلها اسر كتير بيحبوا بعض وارتبطوا عن حب، وتخيل انه لو ما خدش دي يبقى هو يعني هيموت، وهي لو ما خدتش ده مش هتعرف تعيش، ويرتبطوا وبعد كده بيحصل مشاكل صعبه جدا وبيوصلوا ممكن انفصال. فهل حب كافي؟ انت قلت ان في عهد، بس عهد التوازن الله، ده عهد الله داخل فيه، الله طرف في هذا العهد، يعني الله ليه المركز الاول اللي ربط اتنين. بالمناسبه يعني كلمه زواج باللغه الالمانيه اسمها ايها، اي اتش اي، جت منين؟ الإي الأولانية هي الذات البشرية وليكن الزوج. الإي الثانية هي الذات البشرية وهي الزوجة. الإتش اللي في الوسط جاية من كلمة هير، إتش إي دبل آر، اللي هي الرب، دير هير الرب. الزواج المسيحي حسب فكر الله قلبين يربطهم الرب في النص. طيب علشان كده ما ننساش كلمة عهد إلهي، الله طرف فيه. في اتنين اتجوزوا حبوا بعض ورومانسية غير عادية، أيوة، وشهر العسل كان في أماكن في هاواي، وعملوا سووا حاجة، الفرح نفسه كان يعني مبالغ فيه، لكن الأساس بتاع مزمور 127، إن لم يبني الرب البيت. اسمحوا لي بقى يعني اطلع بره نطاق روتين الاستديوهات. خد راحتك خالص. شكرا. انا في السودان شرفت ازور السودان 19 مره. شكرا للرب. مره منهم جالي واحد قال لي لو سمحت احنا عروسين جديد واحد جداد وعاوزينك تزورنا في البيت. لازم تزورنا. قلت لهم بكل سرور. بعد الاجتماع ما خلص وسلمت على الناس، وبعدين بقت هي جريت مشيت لقدام وهو معايا ماشي، راحت البيت توضب حاجة تجهز نفسها، فهو ماشي هو خفيف قوي زي ايه يعني بيقفز كده يطفر على الرملة، وانا ماشي كل شوية الرملة تدخل في رجلي افضي لمؤاخذة الحذاء واكمل مشوار في الرملة، كان كبير قوي يعني اتعجبت ان دول بيجوا يحضروا. لما وصلنا البيت اقول في حضرة الله وبكل أمان، هي أوضة بالطين اللبن. أوضة بالطين، الباب بتاعها ستارة من شوالين، شوالين متخيطين في بعض ستارة. أنا ما دخلتهاش، هم حاطين برة بالطين برضو حاجة كده تشبه الكنبة نقعد عليها. الفرح اللي كان في قلبهم، الفرح ترفع ستارة وتخش وطلعها فرحانة قوي
وهو يدخل ويمشي الاستطارة ويطلع وقعدت معاهم وقالوا لي عايزين احنا اتجوزنا جديد وعايزين نسمع من الرب حاجة. فتحت كتابي وقريت معاهم بعض الشواهد وبديت احكي لهم عن ازاي نكرم ربنا في زواجنا. وبعدين جابوا لي حاجة هناك اسمها حياجة، هي حاجة حضرتك صفرة على بني أخضر كده يعني، خلي بالك طبعا صليت وشربت يعني وكانت بعدين أنا جالي فضول بعد ما خلصت قلت لهم ممكن أصلي لكم في الأوضة؟ أنا عايز بصراحة أدخل الأوضة أشوف فيها إيه يعني، قال يعني ما ينفعش أصلي بره، ممكن أصلي لكم في الأوضة؟ بفرح شال لي الستارة ودخلت. اللي لقيته كيس رمل كبير عليه ملاية وسرير، ده كان ملاية ومخدة، ده السرير، قفصين من اللي احنا بنشتري فيهم برتقان دول مقلوبين عليهم الكوبايات وعليهم ايه حبل كده دبارة مرمي عليه شوية هدوم، مراية يا ربي هذه السعادة الغامرة اللي في قلبهم. هذا الأخ دخل مدرسة اللاهوت، هذا الأخ النهاردة مبشر ناجح ومراته سنداء وربنا مباركهم بركة غير عادية. البيت السعيد بيت غير مرتبط أبدا أبدا بالإمكانيات. نعم. البيت السعيد بيت مبني على الصخر ربنا يسوع المسيح وكلمته. البيت السعيد بيت نقي، قلوب نقية، أفكار نقية، احترام متبادل، البساطة التي في المسيح. أنا مش ضد يبقى عندي الإمكانيات ومش ضد الاتساع ومش ضد إن الرب يديني رفاهية وغنى، لكن مش هو ده. بالعكس مش عايز أخد الحلقة كلها، لا أخد راحتك، أنا مستمتع. لأناس كانوا بسطاء جدا ولما الأمور المادية تفاقمت معاهم وزادت بدأت الخلافات، فلوسي وفلوسك، عايز أعمل حساب لي وحساب ليك، وبقت الحكاية متقسمة. راح فين السعادة؟ تبخرت في وسط الجري واللهث وراء الإمكانيات والمظاهر الخارجية. يا ريت ما حدش يفهمني غلط، أنا مش ضد إن أنا أعيش في سويسرا وأعيش في بيت جميل وعندي كل الاحتياجات وسعيد أنا وشريكة حياتي، لكن الله يشهد أنا ما تفرقش معايا السوهاج من سويسرا وألمانيا من المنيا، ما تفرقش. الفكرة إن احنا عايشين للرب وعايشين مع بعض في فرح وسرور. أنا عايز أقف عند النقطة دي. فضل. يعني احنا النهاردة الحلقة يعني مش المعتاد، يعني مش سؤال وجواب. فضل. أنا بعمل حوار معاك فأنت بتحكي إنه مش سر السعادة في إمكانيات ولا سر السعادة بس في شوية مشاعر بتبدأ في الأول ممكن مع الوقت بتروح يعني في ضغوط الحياة. طيب أنا لو إحنا اتفقنا إن في سر السعادة في الرب وإن علاقتنا بالله هي المصدر وهي السعادة، طب يبقى أنا كده ماليش دور كون إن أنا مؤمن، يعني بسمع الشكوى دي، كون إن أنا مؤمن وبعرف الرب وزوجتي مؤمنة بتعرف الرب بس ممكن ما يكونش في توافق، فهل ده ينبع منه دور عليا أنا إنه أنا كفي الأسرة بتاعتي رغم إن أنا مؤمن، هل في دور تاني؟ مش دور تاني، طبعًا كله بينبع من طاعتي للرب وعلاقتي مع الرب. أوقات ببقى مش فاهم أو فهمي المغلوط عن علاقتي بالرب يقودني إن أنا يعني أقول باللفظ المصري البسيط أدروش، فما أعملش دوري وأهمل في واجبي مثلًا كزوج. أنت فاهم أدروش يعني إيه أخ في العراق يعني؟ أقولها لك بقى في السكة، أنت عايز تتعلم حاجات كتير. قاموس الأخ عمار أول مرة يزور مصر، هو ابننا في المسيح وخادم مبارك من مدينة فيسبادن في ألمانيا. أهلا بيك. حضرتك اللي أنت بتسألهوني ده هو بقى عنوان الحلقة، مقومات. أيوة. المقومات دي بتشمل دور للرجل ليستمر البيت في رغد وسعادة، دور للمرأة، دور للزوجة، ودور للزوج. مظبوط. ولو في مشيئة إلهية الزوج ده يبقى أب والزوجة تبقى أم، بقى في دور مشترك للوالدين، وأيضا لو الوقت بيسمح يبقى دور الأولاد والبنات علشان البيت يستمر في سعادة.
يعني دور الزوج عشان الناس تراجع معانا. أيوة. عزيزي المشاهد، أيوة. النهارده نحكي في جزء من الحلقه في البدايه، بعد ما عرفنا ايه مفهوم الاسره، ان كيان راجل وامراه بيتحدوا بالله او من خلال عهد الهي فبيكونوا اسره، الاسره دي بتقوم على الله مش على الامكانيات مش على الظروف، وهنحكي اكتر بعد كده. بنحكي دلوقتي في مقومات الاسره السعيده. فقلنا في المقومات في ادوار مختلفه، في دور للزوج، دور للزوجة، وعجبتني دور مشترك الأولاد، دور مشترك، نعم. ودور في تعاون وترابط بين الزوج والزوجة، ثم في دور للأولاد. اتفضل يا سيدي. عايز أتكلم لدور الرجل. أيوه. الزوج اللي لسه ما بقاش أب. أصل إحنا كتير تيجي نتكلم عن الآباء والأمهات، طب أنا اتجوزت ولسه ربنا ما ادانيش، أو سماح منه ومش هيبقى عندي. فأنا عندي دور. الدور الأولاني هو الاحتواء. الاحتواء اللي حصل مع إسحاق ورفقة ده كان احتواء، أخذها أدخلها إلى خيمة رفقة أمه وأحبها وأخذها زوجة، احتواء. الزوجة إنسانة اتربت في بيت كريم عند أب وأم أفاضل، اعتنوا بيها وكبروها وعلموها وجهزوها وقدموها لهذا الرجل. نعم. المطلوب في هذا الرجل ان يحتوي هذا القلب اللي دخل في حياته. واحتواء هنا تعني اللطف، احتواء تعني الحماية، احتواء تعني التعامل بصبر. الزوجة دي طالعة من رفاهية، من بيت البنت لغاية لما في مصر مثلا بلادنا عربية لغاية قبل ما تتجوز مدللة، يعني الوضع العام يعني مدللة مكرمة، والبنات بالذات ما بيحطوش عليهم أعباء كتير وأحمال وهكذا. لما تيجي تدخل بيت رجل وتفاجأ إنها داخلة معسكر، إن في بقى يعني احتداد وفي أوامر في طلبات، والزوج يبقى باللفظ المصري الدارج سي السيد. عارفها دي بقى يا عم؟ طبعا اكيد. سي السيد، هي دخلت البيت جت تخدم، جت تغسل، جت تلم ملابس، جت تغسل ايه، جت تعمل ايه، تسوي ايه. ففوجئت من واحده مدلله في بيت ابوها، طلباتها مجابه، الاب بيحضن، الام بتسند وتعاه، لواحده جت دخلت بيت وبدات تشوف الحياه الزوجيه زي ما بيقولوا بقى السوريين، اخواتنا في سوريا بيقولوا على الدبله دي المحبس، اسمها المحبس. تمام. العروسين راحوا يشتروا المحابس، هي بقى اتحبست وفوجئت انها يعني بقى عندها طفل قبل ما تنجب، واحد عايز ياكل وعايز يشرب وعايز شاي وعاوز ايه وعاوز وعاوز. مش ده فكر الله ابدا من وراء وجود اسره. يحتوي، يحتوي. وبيتكلم كده في هوشع 2:19 أذكر، لكن ألاطفها، أتملقها، ألاطفها، وأذهب معها في البرية، مش كده؟ ده اللي مطلوب من الرجل. نمرة واحد الاحتواء، تعني اللطف، الصبر، المحبة، تسهيل الحياة، والحماية. في حاجة تانية بقى، الوضوح والمشاركة. عادة أغلب الأحوال بيكون الزوج بيشتغل، ممكن تكون هي بتشتغل أو لسه ما بتشتغلش أو ما تعينتش أو منتظرة، فمدخول البيت داخل من طرف واحد. مطلوب في الزوج المسيحي الوضوح والمشاركة. ربنا أكرمنا الشهر ده في الشغل، ادوني مكافأة، فالمرتب بتاعنا كان كده، زاد بقى كده. يمكن بقى قولي لي ايه احتياجك او طلباتك، ايه امنياتك للشهر ده. الوضوح والمشاركه. اللي ان انا اخفي حقيقه، ده يبقى رجل لا يعلم معنى كلمه ايه، علاقه وحده، زواج، زواج، ازدواج. صح. ازدواج. انا ليه بقول النقطه دي مهمه؟ افرض ان زوجة طالعة من بيت
لا سمح الله كان الأب ديكتاتور ولا يتعامل مع الأم، والأم دي متعرفش ولا حاجة، ولا سمح الله بتقول له ادينا ادينا نجيب خضار، ادينا نجيب ايه، ادينا عندنا واجب، ام فلان بنتها نجحت عندنا، ادينا. ده موقف صعب قوي. ده مش فكر الله في الزواج. الفكر ان يبقى الفلوس دي ورق ملون ملوش قيمه اكتر من ربنا اداهولنا عشان تسهل رحلتنا على الارض. مش عايز اتكلم عن لا بيتنا، انا عايز اتكلم، لكن عايز اقول لحضرتك الزوجه بتبقى سعيده جدا وريلاكس جدا، تقول له انا مش عاوزه، انت بتقول لي ليه؟ يقول لها لا ما احنا واحد، احنا كنا اتنين في بيتين، دلوقتي بقينا ايه؟ واحد. واحد. يبقى لينا كيس واحد، محفظه واحده. ومهم يبقى في البيت في جزء من المال السائل، فلوس كاش ماني، موجوده في مكان، وللزوجه كامل الحرية في التصرف واستخدام ما تحتاج إليه. أنا عندي سؤال هنا، أنا بتكلم بقى عملي. أنت فتحت حاجات عملية وأنا عايز أتكلم عملي. أنت يعني مش عارف وصل لك ولا لأ. اتفضل. إنه في سي السيد. لكن في مدرسة جديدة دلوقتي، يعني مش عارف المشاهدين يعني الشباب بقى اللي يعني في سني، أنا بسمع وبشوف في مدرسة جديدة إن الزوجة من حقها يبقى عندها فلوسها الخاصة. مش الراجل عنده فلوس الخاصة، لا هي عندها فلوس خاصة، أصرف براحتي، اديني فلوس أنا أعيش براحتي. وما أنا مش عارف هل ده برضو مناسب، يعني هل إن الزوج عنده فلوس الخاصة؟ أنت قلت لا إحنا المفروض نكون في مشاركة. أنا قلت الأول الوضوح والمشاركة، لسه أنا ما اتكلمتش في المشاركة. الوضوح ربنا ادينا كده كده تمام. المشاركة بقى في إيه؟ أيوه، لازم يبقى ليها حرية كاملة وتعبر، تشارك بتعبر بحريه عن احتياجها ايه. تمام. وهو يشارك بمدى الامكانيه. رؤيه الزوج مرات تختلف تماما. صح. هي نفسها مثلا تركب ستاير في الشقه، احنا ما يجيش لبالنا ادام الازاز نظيف، ده لو احنا شفناه كرجاله يعني، ادام الازاز نظيف خلاص، هي عايزه تركب ستاير، في ذهنها ديكور معين، كرسي فوتيه معين، حاجه نفسها في المطبخ هتسهل عليها، احنا ما نجيش لبالنا كده. فالمشاركه في التعبير عن الاحتياجات لابد من المشاركه. وتتخفي تختفي كلمه فلوسي وفلوسك. صح. مصاريفي ومصاريفك وليا فلوسي الخاصه، ده مش تحت سقف بيت سعيد. صح. ده تحت صفقه، احنا اتجوزنا جواز صفقة، فاحنا جبنا ايه وانت تجيب ايه وانا اجيب ايه ونخش البيت. ودي غلطة بعض الوالدين اللي بيتحكموا في العريس اللي جاي ويحطوا على متنه ضغوط ويحطوا عليه طلبات لازم يوفيها، وإلا وشقة تملكه بالمفتاح وتبقى الى اخر الى اخر. يعني عندي في حياتي حاجات كتيرة مش هيسمح وقت البرنامج، بس اللي عايز اقوله لو في وضوح وفي مشاركة انا اتأكد ان هذه الزوجة ستكون قنوعة جدا، مكتفية جدا، شاكرة جدا، سعيدة جدا، وفرحانة ان ربنا ادها زوج بهذا المنطلق. فاحنا اتفقنا انه الامور المادية، وان كان حكي عن الفلوس بعد شوية، بس عزيزي المشاهد انت لو قررت ترتبط وعايز بيتك يكون بيت سعيد، مقومات البيت السعيد، فحضرتك كرجل عليك دور. دور الاولاني الاحتواء، يشمل الحب، يشمل الملاطفة، انك تسهل الحياة. احنا دايما بنفتكر بحسب الثقافة اللي تربينا فيها، وده مش فكر الرب، ان انا موجود لاخدم. الرب ليه كل المجد، لم يأتي ليخدم بل ليخدم. نعم. فاذا نعم. كنت نفسك تكون شبه الرب في بيتك، المسيح احب الكنيسة واسلم نفسه. انت كمان لو انت بتحب زوجتك وتحب بيتك، ارجوك اخدم بيتك. غير فكرك عن البيت، وغير فكرك عن ان انت جاي تتخدم وجايب واحده تخدمني وتعمل لي، ده ما يكونش قلبك. نمره اتنين، خلي عندك وضوح ومشاركه في جهه الامور الماديه. يمكن بسبق الاحداث شويه، والزوجه المباركه لو انت عايزه تكوني بيت سعيد مسيحي، مش بس مجرد بيت سعيد عالمي، لكن بيت سعيد مسيحي، تختلف، حطي تحت مسيحي 1000 خط،
عليك وعليك انك تتشاركوا بوضوح في الامور المادية، وعليكم بكل محبة انك تقبلوا ان مفيش حاجة اسمها ياء الملكية، الغي ياء الملكية. مفيش فلوسي ولا فلوسها، في فلوس الرب وفي فلوسنا اللي الرب استأمننا عليها. خلي بالك من النقطة دي، لان دي مفتاح مهم وخصوصا وسط الضغوط المادية اساسا. نعم نعم. عايز اضيف من مقومات البيت المسيحي كدور من ادوار الزوج المسيحي التكريم. التكريم، قد لا املك ماديا بس انا املك قلب ولسان يعرف يعبر ويكرم اللي قدام. احنا اصله بنربط التكريم بالهدية، وكل ما كانت الهدية غالية قوي وكبيرة قوي وحاجة يعني ما حصلتش، كل ما خف وزنه وكسر ثمنه. يعني انا التكريم مش لازم يبقى زي ما حضرتك اتفضلت خاتم الماس مش عارف ايه الحاجات. التكريم ده كلمة، التكريم ده لمسة، التكريم ده حضن او قبلة، التكريم ده كارت بسيط، التكريم بفسحة يعني خروجة جميلة حلوة، التكريم بمساعدة جوه البيت. تكريم، مين قال ان التكريم لازم يبقى شيء مكلف ومادي لدرجة كل مرة عاوز اقدم تكريم انا مربوط الايدين يعني مكتف؟ لا، التكريم ده سيستم حياة، نهج حياة، اسلوب حياة. انا حطيت في قلبي ان هكرم الرب في الزوج، في مراتي. انا هكرم الرب في مراتي، مراتي دي الوعاء والإناء اللي ربنا ادوني أكرمه فيها. فالتكريم ده شيء أساسي بيشجع الزوجة. ممكن تكون كلمة طيبة لا تكلف شيء، زي المثل الألماني المشهور أين جوتس بورت كوستت نيشتس أبا مخت فيل. كلمة طيبة لا تكلف شيء لكن تفعل الكثير. كلمة، أنا بحبك، بشكر الله إنك مراتي، أنا سعيد جدا ببيتنا، أنا سعيد جدا ببيتنا، ربنا حقق لي أمنيتي اللي كنت بستناها منه، بعتك ليا. هل ده كلام الإطراء؟ هل ده واحد بيلعب على عقلها أو بيستخف بيها؟ لا. طب أنا شخصيا أنا بقول لمراتي كده، أنا بقول لها بشكر الله اللي حطك في حياتي، صدقيني ما كانش حد هيستحملني غير، بقول لها كده وانا شاهد عيان. انت زرتنا في البيت وانا اتشرفت بيك. فاللي عايز اقوله لحضرتك، التكريم شيء ملوش بديل، في بدائل، التكريم ملوش بديل. وعايز الفت انتباه كل زوج مسيحي، هو لو حضرتك ما كرمتش مراتك مين اللي هيكرمها؟ مين اللي هيشجعها؟ مين اللي هيرفع معنوياتها؟ مين؟ ده مرات يجيلنا ضيوف مش واخدين بالهم يعني، وتبقى عاملة سفرة بحسب الإمكانيات المتاحة متواضعة، وبنشكر وناكل، وحس إن الضيوف الظاهر أكل عجبهم، فالواحد حط وشه في الطبق وبدأ يأكل. فأنا اللي بقول لها سلم إيديك، الأكل جميل، عملت دي إزاي؟ روعة. لغاية ما يصحوا وحد فيهم يقول لها شكرا. أنا اللي هكرمها لأن دي عايشة معايا. ودايما بقول حرص على اللي هيكمل معاك المشوار. نعم. تكريم الزوجة، أم أو غير أم، الموضوع ده هنجيله بعد شوية. يبقى اتكلمنا فيه معنى الأسرة. نعم. إن هي اتحاد شخصين من خلال عمل الله وسطيهم، العهد الإلهي بحب واحترام متبادل. واحترام متبادل. بعد كده حكينا في دور الزوج، قلنا في دور الزوج في ثلاث حاجات. أول حاجة الملاطفة، وتشمل الاحتواء ويشمل الملاطفة والمحبة والصبر والحماية. والحماية. أيوة. بعد كده حكينا انه الوضوح والمشاركة في الامور فيما يخص الامور المادية. الامور المادية. نعم. وبعدين حكينا في نمرة ثلاثة. أيوة. لما حكينا عن التشجيع والاطراء والكلمة الحلوة الهدية. والتكريم. التكريم اساسي. خليني اقف قسيس بصراحة، اكيد الناس عايز تسمع ترنيمة حلوة مع اخويا عمار. اكيد بعد الكلام الجميل ده تعالوا نسمع ترنيمة واحنا بنحمد الرب. وانت بترنم ايه هدف الترنيم؟ انك تبص على الرب. الترنيم بيخليني احمد الرب واشكره وابص عليه، وانا ببص على الرب خليني كمان اطلب الرب لبيتي ولحياتي، قول يا رب انا محتاج معونة منك.
يلي فادت حياتنا واشتريتنا بدم ثمين. كل ماضينا يشهد انك لينا امين ومعين. يلي فادت حياتنا واشتريتنا بدم ثمين. كل ماضينا يشهد انك لينا امين ومعين. وانت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. وانت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. بنهدي لك عمرنا يا ملكنا وربنا. وانت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. بنهدي لك عمرنا يا ملكنا وربنا. بنسلمك حياتنا وبنهدي لك كل الأيام. عايزين نعيش لك عمرنا ونحط عندك كل الأحلام. بنسلمك حياتنا وبنهدي لك كل الأيام. عايزين نعيش لك عمرنا ونحط عندك كل الأحلام. وانت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. بنهدي لك عمرنا يا ملكنا وربنا. وانت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. اعتقد ده هو ده الفكر المسيحي للارتباط وللزواج. فانا بشجعك النهارده وانت بتسمع، يمكن بتسمع حاجات تقول صعبة او متعودتش اعمل كده او مثالية. فانا عايز اشجعك جدا جدا جدا، اطلب الرب. هو الرب اللي صنعها، وطالما الرب هو اللي صنعها وانت طلبته في حياتك وديت قلبك للرب، على فكرة الحاجات دي فعلا مثالية. انا عايز اعترف لك ان الحاجات دي مثالية، بس مثالية يمكن تحقيقها لو ارتبطت بالاله العظيم وديته قلبك. هيديك امكانية بعمل الروح القدس فيك تحققها. فوانت بتسمع فكر في حاجات، قول رب اعملها ازاي، اديني معونة، ساعدني. مش حلقة تسمعها لكن ما تتنفس، لكن حلقة تسمعها وانت رافع قلبك للرب، قول انا هاخد قرار في النقطة دي، انا هعمل هكرم مراتي. ايوة انا النهاردة هقول لمراتي من النهاردة كلمة حلوة كل يوم. انا من النهاردة ناوي اشارك مراتي على اموري المادية بصراحة وبوضوح، وهثق في الرب هيديها حكمة. ما تخافش من حكمة مراتك. النهاردة أنا ناوي أحترمها، ناوي أقدرها، ناوي أخد بالي، ناوي النهاردة أساعد في البيت. هرجع من الشغل تعبان ومرهق، بس هعمل حاجة بسيطة هشجعها، أقول لها إن أنا معاكي. من فضلك وأنت بتسمع ارفع قلبك وقول رب ساعدني وقول لي أعملها إزاي. أسيس مستمتعين بالكلام. ربنا يباركك. فإحنا خدنا ثلاث حاجات في دور الزوج. الحاجة الرابعة برضو في حياة الزوج عدم المقارنة. مراتي ملهاش مثيل. بنات كثيرات عملنا فضلا، اما انت ففقت عليهن جميعا. ولو كل واحد بيقول لمراته كده، مراته فاقت عن الكم. يجب الحذر الشديد من مقارنه الزوجه باخريات، ولا سيما بالفاضله المبجله المكرمه امه. يعني ممكن يقلل من والدته في نظر زوجته بعدم حكمته. لما يقارن زوجته بوالدته في طريقه اكل معين، في اسلوب معين، في فرش معين، ممكن يكره زوجته في الام الفاضله التي لم تفعل شيئا تستحق من اجله الكراهيه بسبب عدم حكمته. ولو قارن زوجته باخته هيكره الزوجة في أخته. صح. وهنا تبدأ بداية بذرة مرض الشك في البيت. لو قارن زوجته بخطيبة كانت سابقة، كان في خطوبة سابقة ما حصلش نصيب،
وربنا أكرمه بهذه الزوجة، وبعدين يقارن بذرة الشك بتتولد، ودي فرصة لإبليس إنه يتسرب للبيت. أمر آخر بقى في الزوج، إكرام من يخصونها، إكرام والديها. دي حتة في الزوج المسيحي، الزوج المسيحي اللي يكرم حماه وحماته ويعتني بيهم لو ظروفهم تتطلب ذلك. وأنا بعرف شخصيا رجال أفاضل أفاضل يتعاملون مع حماهم وحماتهم كأم بالظبط وكأب بالظبط، ويقف جنبيهم لو ابنهم في الخارج، لو مفيش ابن، لو في ابنه مشغول في حياته، يجي زوج البنت واقف جنبهم سند وعضد. الأسبوع اللي فات ده في إحدى المحافظات وقف أب ومسك جوز بنته وقال ربنا أكرمنا بابن ما خلفناهوش، ادهولنا هدية، نعم، شايلنا، معتني بينا. دي أمور، دي هل دي تكلف ماديا؟ لا. هل دي أمور صعب جدا تنفيذها؟ طب أنا عندي سؤال. اتفضل. معلش أنت خدتش في حتة عميقة ومش عايزين نعديها. أنت قلت إنه علاقته بأهلها، نعم، فالحما أو يعني أو والدها ووالدتها، بلاش الحما والحما، نعم. طيب النهاردة لو ده بيؤدي إلى المشاكل، يعني مثلا في مشاكل أو في فكر يقول لك أنا خدتها ماليش دعوة بعيلتها، أنا خدتها وبقت في بيتي وأنا مش عايزهم، طبعا ده شر، مش صح كتابيا، مش مظبوط. بس إذا كان في مشاكل، إذا كان في تحديات في العلاقات دي ما بين الزوج والحما، حماته أو حماه، ما انت قلت لي بلاش حما وحماه، ماشي، والد زوجته ووالدة زوجته، طيب في أزمة مثلا، في خلاف، انا مش عارف اكرمهم، انا مثلا كان في مشاكل قبل الارتباط فارتبطت وخدتها منهم بلغه يعني بيقولوا، وخدتها وبقت في بيتي وخلاص، ده انا هادبهم ومش هتروح لهم ومش هيقول لها اعمل ايه؟ اشكرك. انا لو رجل الله وزوج مسيحي بسيط، انا لن اتبنى المشاكل، انا هدخل البيت ده حمامه سلام. أنا ليه بقول لازم يكرم أهلها؟ أولا دول بمثابة الأب والأم اللي قدموا له شيء غالي جدا جدا جدا، بنتهم. الأمر الثاني ده هينعكس على علاقته في البيت بالإيجابيات والبركة. يعني الزوجة لما تسمع إنه مامتها بتقول لها ده عدى علينا وكان جايب حتى معاه تفاح قعد كده 10 دقايق، ما كانش عنده وقت، قد ايه الزوجة دي بتتبسط وتنفك أساريرها وتبقى فرحانة متجوزة واحد بيقدرها ويقدر الجذور اللي هي طلعت منه. صح. الكلام ده هقوله لو اتكلمنا عن الزوجة بعد شوية. ده مهم جدا، تكريم الوالدين، عندهم مشاكل سابقة، عندهم مشاكل جات لاحقا، انا حاطط لنفسي حدود احبهم واواجبهم بلباقة ولياقة في حدود ما تسمح به الأمور والظروف. ده أمر مهم جدا، وبيسعد الأسرة، تبقى أسرة سعيدة وزوجة سعيدة لأجل زوج بياخدها ويكرمها ويكرم من يخصونها. عايز أكتفي عشان الوقت بالأمور دي، لكن لما ندخل في الجزء الروحي برضو الزوج عليه دور كبير، لأنه مش بس رأس المرأة، هي مش رئيس طبعا، رأس المرأة المدبر المفكر، لكنه كاهن كنيسة البيت، راعي كنيسة البيت، يعتني بيها ويشجعها. الحقيقة اللي بيحصل في الشرق الأوسط غالبا العكس، المرأة تبقى مصلية وبتقرأ ومحافظة على الاجتماعات، والزوج يمكن منهمك في شغله أو صداقاته أو إلى آخره. لكن مطلوب في الزوج المسيحي زي ما يحتويها عاطفيا، محتاج يشجعها، هي مش تلميذة مدارس أحد عشان يحتويها روحيا، يشجعها أو على الأقل يقبل تشجيعها بلا كبرياء وبلا تذمر وهكذا. عشان كده في بعض الألفاظ اللي بنستخدمها، لما أقول لمراتي تعالي علشان أصلي معاكي، يا ضعيفة يا اللي محتاجة، ايوه تعالي عشان أصلي معاكي،
ايه رأيك لو قلت لها من فضلك انا محتاج تصلي معايا؟ المحصلة واحد ان احنا هنصلي، صح، بس انا ابهجتها واعطيتها الشعور الامين انها امرأة مصلية وان انا في احتياج اليها. نحتاج كتير جدا نخلي بالنا من العبارات اللي بننطقها في التعامل مع شريكة الحياة. نعم، فده دور الزوج. نعم. طب الزوجة؟ الزوجة برضو بتكلم عن الزوجة التي لم تنجب بعد، عروسة زوجة، تمام. او زوجة واستمرت السنين وربنا سامح ما فيش اولاد. الامر الاول القبول. انا اسف ان انا هقطعك. اتفضل. لا اتفضل. بس هل ده يعني، لا يعني ان الزوجة اللي عندها اولاد ما تسمعش النصايح دي؟ لا دي جاية بقى للاباء والامهات، جاية. يعني انا دور الاباء والامهات أقصد يختلف. انا اقصد مش ناحيه اولادهم، ناحيه بعض. يعني اعتقد ان الكلام اللي حضرتك قلته الزوج مع الزوجه ده يشمل الزوج اللي عنده اولاد او ما عندوش. صحيح. ده علاقته مع الزوجه. صحيح. والكلام اللي حضرتك هتقوله دلوقتي للزوجه يشمل الزوج، فده ان جنرال ده كل الزوجات، لكل الرجال المسيحيين، لكل الرجاله وكل الزوجات. لكن علاقه الاطفال ده حاجه اضافيه نحكي عنها لسه. صحيح. تمام. بس هنكتشف بعد شويه ان الادوار اختلفت. ايوه. دور الزوجه اللي معاش اولاد هيختلف شويه عن دور الزوجه اللي عندها اطفال. تمام. اول حاجه القبول. القبول. جوزت واحد طلع عنده بعض الطبائع ما كانتش عند ابوها ولا اخوها، ولا هي كانت تتمناها ولا تحب الحاجه دي. فهي تقبله كما هو. مجرد انها تعلن قبولها داخليا جواها، وفي الرياكشن رد الفعل بتاعها مجرد انها تقبل هذا، ده سيسري العلاقة داخل البيت بطريقة رائعة جدا. ليه؟ مفيش تأفف. زوج بيعرق، زوج بيشخر، زوج محتاج يعني يتعلم الترتيب شوية، عفوا، بيدخل يقلع جزمته حط في أي حاجة وبعدين يرمي شراب وبعد مترين يرمي التاني. هو معلش هو طلع من بيت طبيعته كان كده، أو عاش أعزب فترة طويلة فكان محدش بيراجع وراه. هذا الزوج محتاج زوجة تقبله مجرد أنه يشعر أنه مقبول. قد إيه السعادة هتدخل في قلبه وممكن يقبل منها لأنه مقبول، يقبل منها طلباتها. حبيبي، نبدأ بكلمة تشجع. حبيبي أنا بس بطلب منك حاجة، ممكن نحط الأحذية في الحتة دي. حبيبي بس تسمحك ابقى حط الملابس بس في الباسكت. أشكرك يا حبيبي. ممكن الإيد تبقى على كتفه كده، على كده. حبيبي أنا بأرجوك ممكن نروح لدكتور أو ندور على طريقة، أنا هنام جنبك لو أنت حتى منشار كهرباء بتشخر، بس أنا علشانك أنت، عشان صحتك، عشان كده. زوج وزنه ثقيل وعايز تشجعه. ممكن أنتهر، الانتهار ما يساعدش. صح. أوبخ نظرة اللي فيها حتة يعني اعتداء بالذات. عايز اقول يعني ايه كلمة بالعربي، نظرة فيها نوع من الانتقاد. ما تساعدش، كل ده ما يساعد. ما انا عارف ان انا تخين ونفسي اخس، عندي مشكلة بحب الاكل، ايه اللي اتجدد او حصل او صلح لو حد احتقرني او بص لبطني او بص لي. لكن حبيبي ايه رأيك تيجي نعمل مع بعض برنامج يساعدنا علشان وزنك؟ انا بشوف، انا بحبك بطولك بعرضك ببطنك، انا امام الله فخورة بيك جدا، لكن تعالى نشجع بعض على برنامج. وتجتهد هي في البيت ان ما يكلوش برة كتير، وتبقى في البيت بتحاول تقدم القبول. حضرتك من اصعب الاحوال لزوج مسيحي لو شعر بالرفض داخل بيته. صح. يطلع ياكل برة، يطلع يسهر مع اصحابه برة، مش الناس وحشين ولا حاجة، شخص مسيحي تقي ونقي، لكن في البيت انا مش مقبول. مفروض ان البيت ده واحة للراحة. لو انا مش مستريح في الواحة دي اقعد فيها ليه؟
فيجي من شغله يقضي مصالحه، ياكل ينام يلبس ويطلع يجي اخر النهار. لكن الزوجة اللي بتقبله، اقبليه كما قبلنا المسيح ايضا. ومكتوب في رومي اصحاح 15 اقبلوا بعضكم بعضا، محتاجين تقبلوا. نعم. اي انسان حضرتك عنده مشاعر، واحد مشاعره حساسه قوي، مرهفه قوي، واحد مشاعره محتاجه التكرار لغايه لما تسمع عنده، لكن موجود نسبه من المشاعر، تقبله. الامر الثاني الطاعه. الطاعه، الخضوع تعريفه ايه؟ تعريف الخضوع هو الطاعة المبنية على الحب والاحترام المتبادل. دي مكتوبة في كتب علمية ملهاش علاقة بالنص العظيم والكتاب العظيم والتعليم السامي العظيم. فإن كان أهل العالم عرفوا يعبروا عن الخضوع إنه الطاعة المبنية على الحب والاحترام المتبادل، فما بالك في البيت اللي فيه روح المسيح. نعم. الطاعة هنا للرب، بتطيع زوجها في الرب، بتطيع الرب في الشخص، هي بتطيع مش لأنه مضطرة، لا، ولا بتطيع لأنه خايفة برضو، لا، بتطيع لأنها بتحب، بتطيع لأنها بتحب. هل أنا بتكلم كلام نموذجي مثالي صعب تحقيقه؟ يعني هو مش صعب تحقيقه. نعم. بس بيطلع أسئلة يعني بنسمعها كتير في الزيارات لما بزور في البيوت. نعم. وفي الاسر. طب انا هطيعه لاي مدى؟ نعم. هو ما طلبش خطيه، اي طاعه ضد وصيه الله ده مش ده حسب في الرب، هنطيع في الرب. قولها تاني العباره دي لو سمحت. يعني الطاعه، اي طاعه ايه؟ يعني ضد مشيئه الرب دي مش طاعه، خلاص انا كسرت وصيه الهيه. لكن هطيع في اي شيء طالما في الرب، يعني مش حاجه ضد كلمه الله. فحدودي في الطاعه الى اي شيء بس في الرب. نعم. ما انا قلت كمان ايه؟ مبنيه على الحب والاحترام. نعم. المتبادل، انا مش هجبرها وهي مش مجبره، لكن الحب اللي بيساعدها ان هي تطيع. الطاعه للزوج حتى لو كان عنيف، حتى لو كان عنيد، هتعالجه ازاي؟ مش ده رساله بطرس الرسول الاولى أصحاح 3 من أول آية؟ كذلكم أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى، شوف نص الوحي، حتى وإن كان البعض من الرجال لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. حتى وإن كان الرجال لا يطيعون الوعظ وكلام الله والفكر، مراته تحببه في ربنا من خلال طاعتها وحياتها. الطاعة لأي حدود؟ يعني لو أنت قلت الكلمة دي هو هيقول، يعني بسمع ده في البيوت يروح مشاكل، يقول لك أنا مش قادر أطيع، مش عاجبني اللي بيقوله، أنا عندي رأي. أنا عندي رأي بسمعها كتير. أنا بشجع كل زوجة تعبر عن رأيها حتى لو لم يؤخذ به. مش مطلوب في الزوجة إنها تكون سلبية. نعم. ومش مطلوب في الزوجة إنها تكون يعني صامتة ساكتة، لا، عبري عن رأيك حتى لو لم يؤخذ به، ولكن طاعتها لزوجها مع صلاتها معاه. خلي بال حضرتك، أنا يعني أي زوجين صلوا مع بعض، بيقروا كلمة ربنا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، بيحصل التناغم الروحي والنفسي، التواصل الروحي والاجتماعي بيتموا. علشان كده هي بتطيع، لكن من حقها تراجعه في بعض الأمور اللي محتاجة مراجعة، توقفوا عند بعض العادات اللي بيعملها، حاجات كتيرة. أنا مراتي ألمانية، طبعا في اختلاف كبير جدا جدا في الثقافة، في العادات والتقاليد، في الخلفية، في البيوت اللي تربينا فيها، في المدارس اللي زرناها، اختلاف كبير جدا. هو ايه اللي ساعدنا؟ احتفلنا بعيد زواجنا الأربعين من فترة بسيطة. ايه اللي ساعدنا نعيش 40 سنة
وبصلي الرب يطول في عمرها ويشفيها، ان نكمل بقيه الرحله ما تبقى لنا من ايام على الارض. ايه اللي ساعدنا نعيش 40 سنه؟ في مطبات كبيره جدا قابلتنا في حياتنا. نعم. المجتمع، كنا عايشين في مصر، فاكيد في حاجات تعبتها جدا، الاوقات المتاخره، المواعيد المتاخره، الوعود اللي مش بتتنفذ بسبب المجتمع والظروف اللي حوالينا. لكن كان لينا وما زال، اشكر الله، العشره اليوميه. عندنا عشره يوميه مع الهنا ومع كلمته. نعم. نقرا مع بعض، نصلي مع بعض، احنا بنفطر كل يوم مع بعض قبل ما يبدا النهار، نكون قرينا وصلينا وفطرنا. ده بيساعدنا لو اكتشفت حاجه مش ظريفه في حياتي وتقولها لي، انا بقبلها بكل الحب لان جاي من قلبي بحبني. صح. ولو انا وجهتها لشيء انا شايف يعني انه مش مناسب لينا، بكل الحب والسرور. انا اتذكر جدا جدا كنا في مصر، عجبتها قماشه كانت معروضه كده في مكان، وجابت القماشه وراحت عند واحده خياطه، ورحت معاها البيت ده، قعدت في اوضه بره، ودخلت الست تعمل لها المقاسات. صدقني خدت منها، قالت لها الرسمه اهي، الصدر قصيته كده، عايزه الكمام لغايه فين، عايزه ايه، وعند الطول، وانا بقولها على الهوى لمجد الله. سالتني قدام الست، ايه الطول اللي انت شايفه مناسب؟ لو عملت حاجه ما كنتش هعترض عليها، لكن كونها تسالني السؤال ده قد ايه حسستني انها عايزه تكرمني، وان رايي بالنسبه لها مهم. عشان كده الطاعه للزوج، ربنا بيبارك، والزوج ده يتعلم كمان يخضع لها ويطيعها، مش الزوجه اللي تخضع. خاضعين بعضكم بعضا في خوف الله، الاتنين يخضعوا لبعض، مش بس الزوجه هي اللي بتخضع. عشان كده هي تبدا تديله المفتاح، ومجرد ما تديله المفتاح خلاص الحياة هتبقى سلسة وسهلة جدا. يبقى نمرة واحد قبوله، نمرة اتنين طاعة، اكرام اهله، وبصفة اساسية امه. في كده علاقة بيننا وبين والدتنا، مش كده؟ صح. بين الرجل وبين امه في علاقة تكريم، علاقة حب، علاقة وفاء. اللي يكرم امي يكرمني. ده انا فاكر لما كنت اسمع بعد ما اتجوزت انه القسيس فلان الفلاني زار والدتي، انا مش عارف اقول لك قد ايه ده كان بيديني امتنان غير عادي لاجل هذا الرجل الله، واتصل بيه واشكره وعايز اواجبه، ده اهتم بحاجه غاليه عليا. فما بالك لما مراتي، اذا ساكنين جنب بعض وبتروح تزور امي، تقعد معاها ساعه وتخش المطبخ تعمل حاجه، تعمل ايه، ويقعدوا مع بعض يشربوا حاجة مع بعض، ده أرجع أعرف من أمي إن ربنا يباركك مراتك كانت عندنا كده، وجات عمل أو عاملة كيكاية ويروحوا مع، ده يطفي عليا سرور غير عادي. إكرام الزوجة لأم الزوج هيطفي على البيت سعادة غير عادية. ولو كان في أي يعني سوء ظن أو تفاهم أو حاجة أثناء فترة الزواج تتمحي تماما. صح. والام تحس ان ربنا اكرمها ببنت جديده في العيله. مهم جدا اكرام من يخصونه، وبصفه خاصه امه. نعم. امر اخر بقى، التجاوب معه فيما يخص العلاقه البيولوجيه. العلاقه البيولوجيه، على فكره كلمه العلاقه الجنسيه دي مش كلمه علميه ابدا. العلاقة اسمها العلاقة البيولوجية. ايه العلاقة البيولوجية؟ دي من فترة الاستيقاظ وقت الصبح. لو أول لحظات النهار عدت صح، أؤكد لك إن بقية اليوم هيبقى رائع جدا. لو أول لحظات اليوم حصل فيها يعني سوء تفاهم، دي هتعكر صفو النهار. اسمح لي أدي لك مثل. اتفضل. يعني زوج بيشخر، خلينا نجيبها فينا احنا كرجاله، يعني
زوج بيشخر وصحي الصبح بيقول لها صباح الخير، ممكن تقول له صباح البركة، صباح النور، صباح أي حاجة، يعني إيه يتبسط مش كده؟ لكن لو قالت له هو فين الخير ده؟ هو أنا منتش طول الليل، ده منشار جنبي، ما تشوف لك حل، شوف لك دكتور، شوف لك حاجة، راسي مفلوقة مش عارف أكمل اليوم إزاي؟ هيرد يقول لها إيه؟ طب وأنت ما تطلعي تشوفي لك أوضة تانية، روحي في أي مكان. اليوم ابتدى بالصورة دي. هي فعلا في حقيقة إنه بيشخر. صح. ودي حاجة أزعجتها. لكن الرياكشن بتاع الصبح ده، العلاقة البيولوجية بتقول أحرص تماما على تفادي الصدمات في ساعات النهار الأولى. ودي اللي بيبدأ العدو يرمي الكبريت بتاعه، يرمي الوقود بتاعه علشان يعكر صفر النهار. الخطوة اللي بعد كده بشبه العلاقة البيولوجية حضرتك بعقد، واحدة ست لابسة عقد مكون من عدة لقالق كده حبات، الأولى اسمها تحية الصباح، الثانية اسمها فطار خفيف مع كلمة الله، يعني حاجة سريعة بناكلها في الصبح مفيش وقت مع كلمة ربنا. في كتب النهاردة فيها آية وحكاية، في آية وعليها تأمل، في حاجات سريعة، يمكن مفيش وقت نقعد ندرس الصبح، لكن ما اطلعش أنا من باب الشقة من غير ما يبقى لي عايز اطمن عليها وتطمن عليا ونطمن احنا الاثنين على نفسنا. نقعد مع كلمة ربنا زي ما قال المختبر، اما انا في بالبر انظر وجهك اشبع اذا استيقظت بشبهك. استيقظت بشبهك. حلو قوي ان اليوم يبدا صح. بعد كده ممكن مكالمة اثناء العمل، لو في لحظة راحة اثناء الشغل بريك كده، حلو قوي، ازيك اخبارك ايه، عمل هاي، ازيك اخبارك ايه، عملت ايه، ده انا كان في مطر شديد، يا رب تكون وصلت بالسلامه، في حاجه عايزاها اجيبها وانا راجع من الى اخره. دي بتساعد على استمرار التواصل. بعد كده العوده مبكرا للبيت كلما امكن، يعني البيت ده انا بجري عليه بقدر المستطاع، عاوز ارجع بسرعه. خد بالك؟ أيوة. دي حلوة قوي. الستات يشعروا بالأمان في وجود الزوج المسيحي المحب داخل سقف البيت، تحت سقف البيت، تشعر بالأمان طول ما موجود، حاسة بالأمان، مرفوعة ده رأسها. بعدين الحباية اللي بعديها احضار ما يسعدها عند العودة للبيت، مش لازم اللي يسعدها يبقى حاجة غالية، مش لازم، حاجة بيحبها، احضار اللي بتحبها. انا بالنسبه لمراتي بقى، لما اتجوزنا جديد طلعت بالعربيه الصبح وراجعه جايبه على الفطار انواع من العيش، منهم عيش بالزبيب، انا بحب الزبيب، فحطت العيش فانا مسكته بعد ما صلينا وعملته اكلته، عجبني جدا، قلت لها بشكرك، انا بحبك وبشكرك جدا، ازاي ان انت ده بحب الزبيب؟ المشكله فين بقى؟ 40 سنة أخوك بيفطر عيش بزبيب كل يوم، طب خلي مرة عيش بالسمسم، حط مرة عيش بالفستق، بأي حاجة. أنا خلاص هي ألمانية وصدقتني أنا بحب، خلاص بحب، يعني نصيبنا بقى. حلو الزبيب؟ لا حلو، نشكر تمام. رب باخده مسكور. مفيش مانع للمشاركة، المشاركة في إعداد المائدة، المشاركة في غسل الصحون زي ما حضرتك اتفضلت راجع من الشغل يشارك، قعدة آخر النهار نتكلم مع بعض وبعدين نقرأ حاجة مفيدة نافعة. على فكرة الزوج اللي بيقرأ والزوجة اللي بتقرأ دول أغنياء جدا، مش بس كلمة الله، المكتبة المسيحية غنية جدا جدا. نعم. فقر شديد في عالمنا العربي وفي وطننا المصري في القراءة. الناس اللي بتقرأ بتتعلم، تثقف، بتكبر، بتستريح. محدش بيقرا كتاب وهو بيجري، محدش بيقرا كتاب وهو لازم يقعد، والقعده دي جميله جدا. قرايه كتاب نافع مع بعض، قراءه اصحاح يومي مع بعض. هنا لا استبعد ابدا ان ممكن تختتم هذه الليله بعلاقه جنسيه ناجحه. خلي بالك انا قلت كام دره، كام برله،
كم لؤلؤة كتير اتختمت بإيه؟ بالعلاقة الجنسية. بالعلاقة الجنسية هي واحدة من مكونات نهار اسمه العلاقة البيولوجية. يبقى أنا بقول التجاوب المناسب من الزوجة مع الزوج في هذه العلاقة ده بيسعده، ده بيفرحه، ده بيسدد مشاعر وعواطف جواه، وهي تشعر أيضا بكيانها وأنوثتها وبهجتها، والرب يباركهم هما الاثنين مع بعض. أنا عندي حاجة إضافة وأنت تصحح لي، يعني اتفضل. يعني أعتقد إن في ناس بتقول طب الوقت مفيش وقت في اليوم، دنيا زحمة، هنقرأ إمتى، ده أنا بشتغل وهي بتشتغل وبننزل ومضغوطين وتعبانين. أعتقد عندي حاجة معرفش توافقني عليها ولا لأ، اتفضل. إنه في جهاز اللي هو التليفون ده أعتقد إن بنقضي عليه أوقات طويلة، خلي ما عندناش وقت الحاجة تاني، بنرجع عليه، بنفطر عليه، بنصحى عليه، بننام عليه. أنا يعني أعترف إنه من وقت قريب بديت ألاحظ نفس الحكاية دي، يمكن خدت بالي اتعلمتها من حضرتك يا قسيس. أقول طبعا احنا أنا التليفون، هقول حاجة، أنا اتفضل آسف يعني، اتفضل. إنه القسيس بالليل بيطفي التليفون، ما بيفتحوش النهار غير بعد ما ياخد وقت قدام صح الرب. فأنا بصراحة كنت وأنا خادم أوقات أصحى مسافر فمستني حد هيبعت لي حاجة، حد هيكلمني، هقرا مسج، تذكرة هشوفها. فلما بدأت ألاحظ نفسي في التوقيت إنه أصحى ما أفتحش التليفون، أصحى قدام الرب، شفت إن أنا عندي وقت. نعم فاللي أنت نعم بتقوله هو عايز وقت، وفي لصوص للوقت. أعتقد محتاجين حلقة للعيلة إزاي لصوص نعم الوقت في العيلة، نعم يمكن الوقت مش هيسعفني، بس أنا عايز أشجعك في حاجات بتضيع وقتك أو بتضيع وقتك، بتبقى مرهقة نفسيا أو مرهقة ذهنيا، فمش قادرة تخضع لزوجك، أو الميديا سمعت طول اليوم حاجات مش مسيحية ومش كتابية، حتى قلت أنا واخدة بالي وبعرفة بسمع إيه، بتأثر عليك صحيح وبتأثر عليك الفكر اللي العالم بيحطه. العالم شغال ضد الأسرة، صدقني فكر العالم بنسمعه بنشوفه حب مزيف، خيانة في مسلسل. أنا مش بهاجم، أنت حر تسمع زي ما تشوف، بس عايز أقول لك بيأثر عليك. لما طاقتك بتروح الصبح مش قدام الرب ومش لزوجة حياتك، يعني قول مياه لا تنبع إلى خارج، خلي بالك مياهك لا تنبع إلى خارج، لمديا اديها لزوجك. حقيقة. وانت كمان من فضلك اصحى ادي زوجتك الإكرام، اديها الوقت، ادي الأولاد الصبح ما تصحاش مضغوط وشفت أسعار وشفت الدنيا والغلا والظروف الاقتصادية الصعبة، طب ما طبيعي هيديها وقت ازاي يا سيدي؟ نعم. هيقول لها كلمة حلوة منين؟ بص حضرتك، الواحد بيعمل الحاجة اللي بيحبها. أنا بحب مراتي، بشوفها إن عطية الله ليا، عايز أحافظ عليها، دي هدية نعم. ربنا إداهاني. زوجي ده هدية ربنا أكرمني بيه. زي ما بغسل له قميصه، وزي ما بكوي له قميصه، كانت يعني هي اللي بتغسل وتكوي القميص، هو محتاج أهم من ذلك. محتاجين الاتنين وقت مع بعض. الزوجة المسيحية بطبيعتها الذكية تقدر توفر له الوقت ده. لو زوجة ليها في الكمبيوتر وزوجها عمله مرتبط بالكمبيوتر، وتقدر من البيت تعمل له حاجة، تكتب له حاجة، تسهل له حاجة، وفرت له شوية وقت. نعم. زوجها هتوفر له شوية الاتصالات، هتعمل شوية الاتصالات اللي هو محتاجها، يرجع يلاقي وقت. الاقتصاد الشديد في الوقت اللي بياخده الأكل، الاقتصاد في أنواع الأكل ومدة الأكل والحاجات دي اقتصاد. أنا أقدر أوفر شوية وقت، أنا ممكن آكل في 15 دقيقة وممكن آكل في ساعة وربع قاعد وكده. يعني مساعدة الزوج ليها، ترتيبها لوقتها وأمورها. ربنا مدي الزوجة يا أخويا بشوي، مديها حكمة عالية أوي. تشتري إمتى؟ تشتري منين؟ تشتري بكام؟ تشتري قد إيه؟ الأربعة دول أنا وأنت ممكن ما نعرفش نعملهم. لا، ربنا مديها حكمة، نعم. فهي تقدر بذكائها المعهود توفر شوية وقت. وأنا بقول آخر النهار ده حقها. شوف إحنا عشنا عمرنا كله، ولادنا يناموا الساعة 7:30، ولما كبروا شوية بقت 8. صدقني ساعة 8، سبعة، الساعة 7 العشاء، 7:15 ولا ونص بيغسلوا أسنانهم، وبعدين القصة نحكي لهم القصة. أولادنا كانوا بينام مرات وأنا بحكي له القصة، بياخد شاور مية
دافية، وبعدين يلبس ويقعدوا على سريرهم يسمعوا القصة ونصلي معاهم. مش مطلوب ان يغمض عينه وينام في الحال، لكن ما ينزلش من على سريره. الساعة 8، هل تصدقني ان ابن من اولادنا وهو اب الاربع اطفال ساعة 8 الساعة البيولوجية خلاص غصب عنه يبقى عندنا ضيوف ولا قاعدين، وقاعدين في قاعدة وعينه كده حس ان حمرت وبتاع، وبعدين يجي وشوشني يقول لي انا اسف مش قادر. 8، رب الولد امثال 22 وآية 6، طريقه رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. انما الاولاد يقعدوا صاحيين للساعة 10 بالليل وعايزين وقت مع بعض ازاي؟ الطفل اللي بيشرب بيبسي وكوكاكولا ومياه معدنية مياه غازية وحاجات وصودهات والى اخره هينام ده ازاي؟ الطفل اللي ما عندوش حدود هينام ازاي؟ ده موضوع يعني مش عاوز اخترقه علشان ما اطلعش بره الخط اللي احنا ماشيين فيه. حتى لو في اطفال في البيت، ماما تجتهد كويس جدا ازاي بابا يجي يشوفهم يحضنهم يقعد معاهم نص ساعة، ولازم مش يجي الاب من بره ويقول انا محروم منهم طول اليوم، ما تسيبيهم. وكل المحاذير والتحفظات والتعليم والتربية اللي ماما عملتها طول اليوم، يجي الزوج يشطب عليها في 3 دقايق والطفل عاوز ايه؟ الطفل بطبيعته يميل للفوضى، صح، عايز ايه خلاص. ولذلك بابا بقى حبيبه وصديقه، وماما بقت العسكري اللي وراه، وهنا بيحصل شرخ بين الزوجين. بصراحة يا سيس كلام قيم، لكن محتاجين نرنم يعني بصراحة. يعني الزوج بعد ما قلنا النصايح رنمنا، نعم، فالزوج اعتقد يصعب عليها لو بعد ما قلنا النصايح ما رنمناش. لا ده احنا نرنم لها قوي، فعايزين ناخد ترنيمة. عايزين مش عارف ان الكلام يمكن بيخبط في حاجات في الحياة، صدقني ربنا ارادته لاسرتك النجاح والبركة. فاحنا بنرنم، ارجوك ارفع قلبك في الصلاة، ولو مراتك جنبيك امسك ايديها وامسكي ايديه وصلوا مع بعض، ولو مش جنبيك اتصل بيه، ابعتي له رساله، ابعت له على الواتساب، ابعت له على اي طريقه رساله، قول له انا سمعت حاجه وبصلي لاجلك، وانت قول له انا بسمع حاجه وبصلي لاجلك، هيفرق جدا جدا جدا. تعالوا نرنم. ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع، واجعل إلهي ملكه بين الضلوع، املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع، ربي اجعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب معلنا حب الإله. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. ربي اجعلني مثله في ذا المسيح، في العهد صادقا وللحق أسير، كي أترك من حولي كل ما أسير، عطرا زكيا يملأ الدنيا عبير. ربي اجعلني، ربي اجعلني، ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع، ربي اجعلني أسعى في سفارتي ليلا نهارا أطلب لأمتي، لا يملكني اليأس أو أي فشل،
لكن بفيض الشكر أربط البتي. ربك علني، ربك علني، ربك علني أشبه ابنك يسوع. ربك علني أشبه ابنك يسوع. ربي اجعلني أشبه ابنك يسوع. أعتقد ده المفتاح للزوج والزوجة، إنه لو سأل نفسه أنا عايز أشابه المسيح كزوج، أنا عايز أكون شبه المسيح كزوجة، أعتقد ده هيكون دافع عظيم إنه تكرم زوجتك وتكرمي زوجك. لو حاولت تعمل ده عشان نفسك مش هتعرف، طبيعتنا ما بتحبش كده، بدور على نفسي. لكن لو حطيت الرب أمامي وجعلت الرب أمامي في كل حين، خليت الرب قدام عينيا، شايف زي ما قال القسيس من شوية، هدية الرب ليا، إكرام الرب ليا هي زوجتي. أنا بشكر الرب فعلا لأجل زوجتي. وكمان لو قلتي أنا هدية الرب ليا زوجي، أنا عايز أكرم الله في زوجي، الدافع هيختلف. هتشوفي مرة حد قال الجملة الجميلة دي، قال إذا كنت مش قادر تشوف المسيح في أخوك، أنا بقى هقول لو كنت مش قادرة تشوف المسيح في زوجك، أو مش قادرة، أو مش قادر تشوف المسيح في زوجتك، لكن شوف زوجتك وشوفي زوجك في المسيح، هتختلف. هتشوف المسيح بيغطي زوجك وإكرامه، وإن الرب حطك في حياته إكرام ليه، وإنك تساعديه بمحبة، بتواضع، بعطاء، بتضحية، بتنازلك ليه، هو هيقدر ده. ولو أنت كمان عملت ده مع زوجتك، حبيتها، احتويتها، أكرمتها، شاركتها، مش بالثقافة العالم. على فكرة احنا عندنا ثقافة تاني، احنا لينا جنسية تاني، مش مصرية ومش عراقية يا اخوي عمار ولا ألمانية، ولا احنا جنسيتنا سماوية. في ساعتها البيت يختلف، هيحكمكم دستور السماء، كلمة الله، مبادئ السماء، هتخلي حياتكم أروع وأحلى، لأن يعني زواجك متصمم بتصميم إلهي. ارجع للكتالوج الإلهي، كلمة الله. قسيس الوقت بيعدي بسرعة. وانا عايز اقول حاجه يعني يمكن تخص الواقع الايام دي شويه. انا عارف ان في دور الزوجه والاولاد وده مهم، الوقت بيعدي بسرعه، اعتقد محتاجين حلقات كتيره لان الموضوع كبير، بس عايز اتكلم لناس بتسمعنا في ظروف الحياه الصعبه اللي بعدي بيها النهارده. اوقات بسمع كلام حلو بس في ضغوط ماديه وفي ضغوط نفسيه، في ازمات الايام دي في واقع الحياه. لا. فاحنا وقتنا للاسف ضيق، فانا خليني يعني انجاز التعبير انط بسرعه واجري بسرعه للنقطه دي. لا. عايزين نساعد الاسر الايام دي في التحديات، في المخاوف، في القلق، في الاحتياج المادي اللي بيزيد في وطننا العربي، في احتياجات في كل وطن عربي، يعني عايزين الرب يتنازل لينا في تحديات صعبه. نعمل ايه كزوج وزوجه مع بعض بقى؟ يعني عرفت دوري وهي عرفت دورها، بس نعمل ايه مع بعض عشان نقدر نعدي الوقت الصعب كبيت مسيحي سعيد. نعم، شكرا جزيلا. نحن نتحرك بما نؤمن به. معنى ايه؟ لما انا هتكلم عن الظروف الاقتصادية القاسية جدا، نعم، وانقل الفكر ده للبيت وحديثنا داخل البيت عن الظروف، لابد اردت ولا لم ارد ده هيأثر جدا على المناخ والانسجام اللي جوه البيت. نعم. احنا ما يصحش نتبنى ما يقال، يكفينا ما نحن فيه. لكن اتبنى ما يقال. انا اقول لحضرتك عبارة انا سمعتها من شخص يعني ميسر كويس، مستور حلو، ربنا يباركه، أسرة رائعة، أسرة سعيدة جميلة قوي. عبارة يعني مش راكبة. قال أنا خايف من مجاعة تيجي علينا، مجاعة تيجي علينا. طب لما حصلت مجاعة في أرض مصر، مش هنقول بقى أرض تاني، في أرض مصر، عد الله رجلا واستخدم الله رجلا وهو يوسف. نعم. لإنقاذ من المجاعة. مش كده؟ نعم. لما حصلت مواقف صعبة عند امرأة أرملة عندها ابن واحد لا تملك شيء إلا دهن الزيت، مش كده؟ وشوية إيه؟ دقيق. دقيق.
لما زارها إيليا النبي أيوة. وبيقول لها عندك مالي ايه إيه؟ اكل؟ قالت له ما عنديش حاجة، عندي دهنة زيت وشوية دقيق اعملهم كعكة كعكة اكلهم انا وابني وانا اموت. ونموت. قال لها ايه رجل الله؟ اعملي لي كعكة صغيرة او ولد. نعم. هو ما سمعش ان ما فيش غير شوية دقيق، ما سمعش ان في دهنة زيت، سمع. سمع طبعا. لكن ده تحدي الايمان. تحدي الايمان والوعد اللي جه من ايليا كوار الدقيق لا عبر يفرق، الله، كوار الدقيق لا يفرق كوز كوز الزيت الكلام. او نقطة الزيت. احنا محتاجين بصراحة، وهتكلم بكل صراحة، ايوه محتاجين نتعود نتعامل مع المواقف بجدية. بجدية يعني بمعنى الاقتصاد في الاستهلاك. انا مش جاي اقدم محاضرة اجتماعية، لا ابدا، بس الاقتصاد في الاستهلاك. احنا بنستهلك في مصر مية كتير قوي، عيش كتير قوي، ومش كله بيتاكل. بعرف ان في اسر فعلا فعلا ملتزمة في الامر ده، لكن نسبتها ايه؟ نسبتها ايه؟ ممكن يبقى فيه كذا نوع من الفاكهة وجزء منهم ممكن لا يؤكل، خلاص انتهى. نقتصد في الاستهلاك، ونقتصد ايضا في انا محتاج ايه. الاحتياج، في احتياج، في احتياج حقيقي. اولادنا من قلتش لا تشاكلوا اهل هذا الدار، من قلتش ابني عاوز الكوتشي المعين والبنطلون المعين والتيشيرت المعين والموبايل المعين؟ احنا نفسنا نجيب لهم كل ده صح. وهنجيبه، لكن يمكن التوقيت مش مساعد. انا هوعد الولد انت عندك حصالة بتقتصد فيها بكام التيشيرت؟ 58، انا هديك 30 وانت تدفع من الحصالة بتاعتك 20. الظروف ضيقة وبتضيق. نعم. بس اللي عايز اقوله بقى النهاردة، ده مش مصر بس، ظروف الخدمة اللي انا فيها. انا لفيت، انا يعني انا قلت لك رحت السودان 19 مرة، رحت ليبيا مع الصليب الاحمر الدولي لاجل مهمة كده سريعة، رحت لبنان ظروف حدث ولا حرج. وهنقول ايه بقى على جنوب لبنان اللي كان بينعم بالخير؟ النهاردة مفيش ولا مية ولا عيش، الساعة 3 العصر مفيش عيش تاني يوم، كانت صعبة قوي. صح. سوريا ظروفها صعبة جدا. وماذا عن كل الأجزاء دي؟ تشاد بلد كويسة وجميلة لكن فيها مواقع ناحية السودان تعبانة جدا. فاللي أنا عايز أقوله، إحنا عايشين تحت ضغوط. نعم. بس إحنا بنحط نفسنا تحت الضغوط دي وبنصدقها وبنستسلم بيها. إحنا هنعيش وهنتمسك بالوعود الكتابية اللي موجودة. أنا عايز كل أب، كل زوج، كل أب يشجع ولاده بالوعود اللي مكتوبة. الوعود المكتوبة في رسالة العبرانيين أصح 13 من آية 5، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. إحنا نقعد نتكلم في الدولار وفي اليورو وبقى بكام وبقى بكام، دي حقيقة، لكن أنا عاوز في الضيق ده أحمي الخلية بتاعتي، عايز أحمي أسرتي من تسرب روح الخوف والفشل، لأنك قلت بنخاف، روح الخوف وروح الفشل وروح الشعور بالضيق، وهنعيش بالمتاح اللي موجود. ما ننساش إن لينا إله عظيم. نعم. قيل إن في كنيسة على الباب بتاعها شجرة، في عصفورين على الشجرة طالعين الإخوة والأخوات بيتكلموا في الأسعار وهنعمل إيه وما فيش والبنزين وهكذا. فعصفور بيقول لأخوه إيه؟ يبدو إن ما عندهمش نفس الإله اللي بيرعانا. لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع لمخازن وأبوكم السماوي يقوتها، واحد منهم لا يسقط إلا بإذن الرب. احنا لازم ما نخافش
ويبقى عندنا سلام قلبي ولينا راعي صالح ووعد انا معكم كل ده مش كلام وعظ، انا مش جاي اوعظ، انا جاي اقول حقائق، حقائق عايشين فيها. وصدقوني صدقني في ضغوط موجودة على اللي عايش برا مصر، وإن اختلفت أشكالها لكن موجودة ضغوط صعبة جدا. أنا في مكتبي بيجي لي سويسريين وبيجي ألمانيين، وألماني متجوز سويسرية ولبناني متجوز فرنساوي، بيجوا ضغوط بطريقة صعبة. أكتر من مرة أسمعها في مكتبي، كنت أكلها بعيش ودقة، حضرتك مش عارف يعني إيه الدقة طبعا، باكلها وعيش ودقة في مصر بدل اللي أنا خراب اللي أنا جيت فيه هنا. أسر اتكسرت واتمزعت، الولد بينده أبوه باسمه وما فيش توقير البنت لمامتها، والبيت ملوش أي وقار، الأسرة اللي كانت هنا مسؤولة في خدمة والأولاد ومدرسة الأحد واجتماع الفتيان طلعوا بره وخدهم إبليس وتمزق البيت، مبقاش فيه الأسرة السعيدة. أعتقد يا أسيس برضو في مفتاح تاني تسمح لي أشارك معك، طبعا يعني طبعا، إنه كتاب يقول لا تهتم بالغد. أعتقد أغلب المخاوف اللي عندنا مش بخصوص النهاردة لكن بالغد، أنت شايل هم بكرة. ويعني قريت وحد كان بيتكلم إنه دي خطية، أنت بتهتم بشيء كأنك بتقول أنا مسؤول عن الغد، كأنك بتقول أنا مش محتاج الله للغد فأنا بدبر للغد. أعتقد إن معنى من معاني الخطية هي رفض سيادة الله أو ملك الله، فأنت بتقول كده كأنك بتقول يا رب يعني تنحى جانبا، أو أنا هعملها، أنا هدبر بكرة، فأنا مهتم ببكرة عشان أنا أعرف أرتب بكرة. لكن السلام وسط الضغوط كعيلة لما تجتمعوا وتصلوا تثق وتعلن بإيمان إن يا رب أنا بعمل دوري بس أنا تحت سيادتك، أنا مسؤول يا رب عن النهاردة أعيش في مخافتك وأفرح بيك وأتشجع بيك، وأنت الغد تهتم أنت بيه مش دوري أهتم، مش دوري أنا مضغوط عشان بكرة هيكون عندي ولا مش عندي، هقدر ولا مش هقدر. الإله اللي رعى كل الشعب أديله سنين بيرعى الشعب، على فكرة لو اللي بتكلم عن المجاعات اللي جاية وخايف منها، طب بص على الماضي كم حرب عالمية عدت وكم مجاعات عدت وكم أمراض وأوبئة، آخرها كورونا عدت والناس موجودة والشعب موجود والناس مكملة، هم كملوا إزاي؟ الإله اللي بيرعى هذا الكون بيرعى كل الخليقة، بس كمان في رعاية خاصة ليك أنت لو ابن لله، يهتم بيك ويخليك في سلام، هم بيرعاهم بس ما معرفوش فغايب عنهم السلام. فأرجوك ما تهتمش بالغد لكن اكتفي وافرح باليوم وعيش مخافة الرب. نعم، انت جبت سيرة الكورونا الكوفيد اللي فات ده، حصل ايه في اوروبا؟ طبعا مع اختلاف الثقافات طبعا، هنا حصل ايه؟ يمكن عجز في الرز والزيت مثلا والعيش في مصر مثلا، ولا ايه؟ انا مش لا عارف، ما حصلش، انا ما كنتش هنا، اشكر الرب كان عادي. لكن في كان مشكله كان رز أدوية سكر ادويه كده. في اوروبا بقى كان العجز في ورق التويلت. شوف الثقافات، ناس راحت خزنت ورق التويلت وخزنت وعملت وبقت الرفوف فاضيه من الحاجات اللي زي كده، والمنظفات كل واحد العدو بيحاول يشده من طرف الثقافة اللي عايش فيها والحياة اللي عايش فيها. عجبني المؤمن الجميل اللي كتب وقال إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حمى سيان عندي إنني ضيف معد للسماء. أمين. لا تزعجوا نفسي الهموم فدي لي ملازما فالشكر الفاد الرحوم من قد فداني هديا. اللي وعد أنا معكم كل الأيام، اللي وعد عين الرب إلهك عليك من أول السنة إلى آخرها، اللي وعد لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم سرة أن يعطيكم الملكوت، اللي وعد كتاب يقول عن المؤمن خبزه موجود مياهه مأمونة وبيتك مضمون في الصخر، عايش في صخر. هل هيتخلى؟ أنا أؤمن، أنا عندي 8 أحفاد ربي يخليهم لك، الله يبارك. أنا أؤمن إن الله بيعتني، عفوا يعني بينتهي بصندل البيبي الجديد اللي ربنا اداه الوقت الأول، يعتني بيعتني بهذه الأمور، يعتني بيها. إذا كان إحنا كآباء بنهتم لتسديد احتياج أولادنا بحسب اللي موجود متاح لينا، فما بالك في هذا الغني العظيم.
رب يحفظنا ويشفينا من روح الهلع ومن روح الشكوى. الشكوى لا تولد إلا تذمر، والتذمر يولد إحباط. وهدف الشيطان إنه يعني التذمر ده يبقى ضد الرب. بشجع كل زوج مسيحي مع الزوجة يحطوا خطة جديدة، بند جديد. المرتب أهو قد كده، مش هيكفي اللي كنا بنجيبه. تعالي نشوف إزاي نقدر نتصرف في الأمر الموجود ده ونعيش بالمرتب ده اللي قيمته قلت قدام الاحتياجات الموجودة. أنا بشجع الشباب يطلعوا يشتغلوا، مش عارف ليه، يعني الشباب يشتغلوا، ولادنا كلهم هم طلبة اشتغلوا. كل الكنيسة عندنا اجتماع الشباب 130 ولد وبنت، 130 كلهم، اللي في الجامعة، اللي خلص، اللي ما خلص، اللي لسه، كله بيشتغل. بابا مش هيقدر بقى، بابا وماما شالوا شيلة سنين طويلة وكان في رغد، لكن الولد والبنت اللي ظروفهم تسمح بشيء أو آخر يشتغل عشان يخفف عن بابا وماما شوية، بس حاجة بسيطة من الأعباء هتسند كتير وتساعد في البيت. احنا محتاجين نغير اسلوب حياتنا في الانفاق وفي تسديد الاحتياجات الى اخره. عجبني اخ بيسأل في ميكروباص، مجموعة راحة خدمة قرى، فاخ بيسأل قاعد ورا، دي حقيقة يعني، دي حقيقة، يا اخوة محدش يعرف علاج الفقر ايه؟ فرد احد قاعد قدام قال له علاج الفقر دفع العشور. نعم، دفع العشور. طبعا المعادلة بالمنطق مش مقبولة. صح. بقول لك انا معيش تقول لي ادفع، هو قال كده اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا تعطونا في احضانكم، اللي في حضن مين؟ قلبي، مراتي، ولادي، احفادي، هذا هيعطيهم ويهتم بيهم. وانا حابب قوي في ختام الحلقة دي قبل ما تنتهي اقرأ مرة تانية المزمور اللي حضرتك بديت بيه الحلقة. ايوه، احنا لسه عندنا وقت. طبعا. فخلينا اقرأ كمان معاكم مزمور 128. نعم. كل واحد لو معاك كتابك اشجعك جدا ان انت تفتح الكتاب معانا. عايز احط عليه بس تعليق سريع. فضل. وحضرتك اذا كنت هتتفضل تقرأ. فضل. انا عندي تعليق سريع. فضل. البركات اللي في المزمور بدأت بكلمة التقوى. طوبة لكل، الكلام ده مش الواحد مع بعينه ربنا باركه، لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه. التقوى، اتقاء الرب ليها غنى عظيم، لأنك تأكل تعب يديك طوباك وخير لك. نعم. والزوجة المسيحية بيشبهها بالكرمة المثمرة، نبات، شجرة عنب مثمرة، كرمة مثمرة، نافعة في كل حتة، سبب فرح. العنب بيعملوا منه الخمر، كان يستخدم للعقاقير طبية زمان، وفي نفس الوقت بيرمز للفرح. صح. زوجة مصدر فرح، فين؟ في جوانب بيتك، ايد مدبرة، عقل مفكر، موهوبة. واللي عاوز يعرف موهوبة في ايه يفتح امثال اصحاح 31 من آية 1 لآية 9، بيتكلم عن الرجل الفاضل، ومن آية 10 لآية 31 بيتكلم عن المرأة الفاضلة. وشوف صفاتها ايه الزوجة المثمرة، شوف اللي بيتقي الرب ده صفاته ايه في الآيات التسعة الاولى، وشوف صفات الزوجة الرائعة في الآيات اللي بعد كده. طب وولادنا بقى، دي بركة، بنوك مثل غروس الزيتون حول مائدتك. غرس الزيتون ده غصن الزيتون نفسه، إشارة للسلام، رمز للسلام. ولادنا يبقوا سبب سلام وراحة في البيت، الأولاد راضيين، مكتفين، مطوعين، متفهمين، معاونين ومساعدين. غروس الزيتون حول مائدتك. أنا عايز أقول البيت اللي فيه مائدة بيقعد الأب والأم والأولاد يأكلوا مع بعض ويقرأ بابا حاجة، ده اللي عشنا نعمله في البيت طول ما أولادنا موجودين. دلوقتي بنعمله احنا الاتنين، خلي الكتاب على الترابيزة ما نشلوش، خليه
ناكل مع بعض ونقرا حاجه مع بعض. ربنا بيملى البيت، حتى الاولاد ممكن يدونا فكره او 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 حاجه تفتح ذهننا كاباء وامهات ازاي نقدر نتواصل مع الظروف الصعبه اللي موجوده حاليا. بنوك مثل غروس الزيتون، مسره وسلام، والزيتون بيجي منه الزيت صوره رمز للروح القدس. ولادي يبقوا كده عليهم مسحة الروح. وبعدين بيتكلم في نفس المزمور، هكذا يبارك الرجل المتقي الرب، ويختم ويقول وترى بني بنيك. أنا بسمي المزمور ده مزمور الأسرة، لأنه يتكلم عن الزوج والزوجة والأولاد والأحفاد. ترى بني بنيك يعني تشوف ولاد ولادك بنفس البركة اللي انت خدتها واللي أولادك خدوها. عايزين نعيش الفكر ده، نطمن ونبعد عن الخوف. الترنيمة اللي بتقول بنخاف من ايه؟ والرب بنفسه، والرب بنفسه اللي ايه؟ حمينا، اللي حمينا. اطمن اوعى تخاف. صح. ترانيم كتيرة جدا، وداود قال في المزمور ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب في ذلك انا مطمئن. احنا عايزين مش بنطمن نفسنا بمخدر، لا، احنا بنطمن بكلام الله المسؤول عن وعوده. بكرر للمرة التانية، ليس كلام وعظ لكنه حقيقة نعيشها. والحقيقة مفيش وسيلة اخرى للاطمئنان وسط هذه الموجة الصعبة جدا جدا الا التمسك بالرب وبمواعيده وبوصاياه اللي وصانا بيها، نعيش حياة الرضا وحياة الاكتفاء. أنا عندي سؤال، احنا لسه عندنا قبل ما الوقت يخلص ونرنم مع أخونا عمار ونفرح بالرب في نهاية الحلقة، لسه عندنا وقت. فأنت قلت بالنسبة للأمور المادية. نعم. طب ما في التحديات كأسرة، مش بس في أمور مادية، لكن مثلا العلاقة مع الرب والشركة مع الرب الشخصية حكينا عنها، لكن إيه رأيك وسط الضغوط دي؟ لغة شريحة كبيرة من المؤمنين ومن الناس مش قادر يروح يصلي انا وبيتي، يعني ما عندناش وقت نروح نشارك في العباده مع كنيسه الله ومع جسد المسيح، مضغوطين فمش قادرين، فبنحاول بسرعه، بنحاول مش قادرين، يعني اسف اقول بقى عندنا وقت للفسح، وقت للخروج، بس ما عندناش وقت نحضر اجتماع. نعم. انا بحترم الشخص ده اذا كان صادق فيما يقول، لكن البديل موجود. بديل موجود، الكنيسه التي في بيتك. أنا في ليبيا بعد ما خلصت المهمة اللي دفعوا لي عشانها التذكرة والإقامة وكده، عندي وقت، فدورت على مؤمنين موجودين في منطقة، في وسط منطقة جبلية صعبة جدا ما فيهاش حاجة، فيها مستشفى وفيها شوية حاجات وكده، لقيتهم في البيت، هم أطباء بيتجمعوا، ما كانش في حتى مقاعد كافية، فبيقعدوا على الأرض، الزوجات طبيبات والاطباء وكده، وجايبين ولدهم في النص، وفرحوا بي وانا فرحت بيهم، وفتحت هذا الكتاب وقعدت معاهم، وحسيت ان احنا في السماء. صح. مش في جبل في ليبيا، في السماء. الكنيسه اللي في بيتك كانت موجوده في بيت اكيلا وبريسكيلا في روميا 16، وبيت اخ اسمه نيمفاس في كولوسي 4:15، وبيت في ليمون في الايه الثانيه. الكنيسة اللي في بيتك مش قادر تروح تعبد، ولو انه مكتوب في سفر اعمال الرسل عن الكنيسة الاولى، وما اعتقدش ظروفهم الاقتصادية كانت احسن مننا، ده كان كل واحد جاي الاجتماع بيجيب حاجة معاه يشارك بشيء، وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. نعم. ومحدش بيقول دي ليا ودي ليك. كانوا يواظبون على الشركة، المواظبة. غيرة بيتك أكلتني، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. إزاي ما عنديش وقت؟ ده أنا لو كان ما عنديش أوقات قبل كده في الضغوط دي، أنا محتاج أتدفى في وسط إخواتي، مع إخواتي. في أيام الكورونا في ألمانيا، وهي دولة مش فقيرة يعني ولا ظروفها ضيقة، عملوا حاجتين في جميع الكنائس تقريباً اللي أنا بوعظ فيها. في مدخل الكنيسة حاطين ترابيزة كبيرة جدا، وكل أخ وأخت داخل واخد معاه
يا اما مثلا كميه تفاح، عندهم فلاحين كتير، يا لبن يا جبنه يا حد عامل عيش يا ايه، دي بتتملي والاجتماع هو طالع اللي عاوز حاجه ياخدها. السوبر ماركت هناك عمل بره الخزينه بعد ما بتدفع عامل مكان مكتوب للتبرع، فانا هشتري ميه بشتري صندوق زياده واحطه في دي، اللي جاب رز جاب واحد زياده وحطه في دي، فدي مليانه، اللي معهوش بيجي ياخد من هنا. يعني في عز الضيق بدأوا يعطوا. وإذا كان في ناس ملهاش علاقة حقيقية بربنا لكن عندها مشاعر إنسانية، فما بالك المؤمن؟ ده احنا نقدر نخفف على بعضنا بقدر المستطاع في الوقت ده. أنا بشجع تروح الكنيسة، ولو تعذر الأمر جدا يبقى في كنيسة فين؟ في البيت، لكنها لا تغني أبدا صدقني عن شركة المؤمنين. أنا لما أقعد أصلي مع مجموعة بتعيش نفس الضغوط وعندها نفس الظروف، نعمل ايه؟ بنسلي بعض، بنشجع بعض، بنعزي بعض، بنرفع بعض، لا بديل عن شركة المؤمنين. معلش انا عندي اسئلة وعايز اكون عملي. اتفضل. حكينا من امور مادية، اقتصد وان انا اتعب واشتغل شجع اولادي يشتغلوا، ودي فكرة جميلة، شجع حتى لو حاجة بسيطة، مش يبقى يطلع يطحن في الشغل، حاجة بسيطة بأي حاجة عنده شجعه، ده بركة حتى لي كمان شركة المؤمنين. لكن كمان الخدمة. نعم. أعتقد إن أي مؤمن مسيحي عليه دور يخدم، وإن كان الخدمة أولويتها في البيت، يعني حكي النهاردة على البيت، فأول مكان أخدم فيه كنيسة البيت. أنا متفق 100%، لكن أعتقد كمان وسط الضغوط، هل دورنا كمؤمنين وكأسرة، مش بحكي كفرد، اوقات كفرد بروح اخدم وخلاص، او مش قادر اخدم، او ما اعرفش، هل بنستسهل يا قسيس؟ مش عايز اكون سلبي، بس هل بنستسهل؟ قول ما انا بشوف الشغل اصحابي بقول لهم، اذا كنت بقول يعني، فهل في وسط الضغوط هل انا محتاج لخدمه المسيح والشهاده عنه، ده وقت مناسب ولا اتصرف ازاي؟ نعم، النص اللي قاله رب المجد في المثل، يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرم. نعم. ما قالش روح اعمل في كرم لما الظروف متسعة او ضيقة. لما قال اذهبوا العالم اجمع واكرزوا بالانجيل لخليقة كلها، مش لما الظروف تبقى كويسة ولما ضيقة وقفوا. خدمة الرب هي اسمى عمل ووقت ممكن يصرفه المؤمن. بجانب الضغوط دي، الضغوط دي مر عليها قديسين كتير وعاشوا في ضغوط كتير، ولعل سحابة الشهود اللي في العبرانيين أصحاح 11، الناس اللي طافوا في جلودي غنم وجلودي معزة، معتزين مذلين مكروبين إلى آخر الكلام، دي ظروف كانت صعبة لكن شهدوا للرب. احنا عايزين نقدم شهادة عن إله حي هيعتني بينا وقت المجاعات. احنا عاوزين نخش بيته معانا الكتاب ونقعد نتكلم معاهم إن ربنا لا ينسانا، الترنيمة ربنا لا ينسانا وهو دائما معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. احنا إلهنا معانا، الرب رعية فلا يعوزني خير. أنا عاوز بالمبادئ المسيحية السامية الصادقة أنشر روح الرضا والطمأنينة والشكر في وسط هذه الضغوط. ده اختبار للمؤمنين في العصر الحالي. أيوة. على حياة الشكر، لما يتكلم الروح القدس في تسالونيك الأولى أصحاح 5:16-18 و18، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح من جهتكم. تفتكر حضرتك لما أمور اقتصادية كانت مستريحة والحياة في رغد، كان في ولعة في الخدمة وقلب ملتهب؟ لا. طب مش ده بردك صوت من جوايا يشجعني الحق، امسك في الهك، امسك في الهك، وياتي ما ياتي. نعم. ايا كان اللي جاي، ايا كان اللي جاي، انا بقبل من يد الرب بشكر. اذا انا هتكلم عن الدوله والرئيس والحكومه والى اخره بسلبيات، انا كسرت وصيه، كسرت وصيه. ده الكتاب بيتكلم في تيتوس 3، ذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين، وبيطلب مننا نصلي. احنا نصلي من أجل رئيس الجمهورية،
ربنا يمنحه نعمة وحكمة مين وقوة. ومكتوب ان قلوب قلب الملك او الرؤساء في ايد الرب زي جدول مياه حيث ما شاء يميله. نصلي ان الرب يباركه ويحميه ويحفظه ويديله حكمة مع المسؤولين معاه لاجل سلامة البلد. هو يعني الرئيس مش عارف الاسعار صعبة والناس بتقن تفتكر مش عارف؟ عارف طبعا، عارف وبيحاول وبيعمل ايا كانت المشروعات او كده. الرئيس مش اله هيخلق، الرئيس انسان بيحب بلده وبيجتهد انه يعمل حاجة، فنصلي من اجله. لكن اتكلمش عن الدولة والبلد والحكومة والناس بطريقة سلبية تتخزن جوايا وانقلها لولادي واولادي يصابوا بحالة من عدم الامان والزوجة تبقى ما عندهاش طمأنينة. عايزين كرجال ننقل لبيوتنا مفاهيم وفكر الله وقت الضيق. وقالوا بدون شرنقة مفيش فراشة. صح، دي فترة شرنقة عايزين نتعلم فيها ازاي نشكر ونصبر ونتفهم ونتعامل مع الامكانيات اللي متاحة بين ايدينا. وبتذكر يا أسيس البيت اللي كنت تحكي عنه، الكنيسة اللي في بيتك، بيت أكيلا وبريسكيلا. نعم فضل. فأكيلا وبريسكيلا كانت ظروفهم صعبة، كانوا عايشين في روما وبسبب الامبراطور طردهم فراحوا كرونسوس. انا عايز اقول اكيلا وبريسكيلا اللي كانوا في الضغوط، يعني حصل لهم تهجير ما بسبب ان هم قصري كانوا. تهجير قصري بالظبط، فتركوا الشغل فراحوا كرونسوس، وفي كرونسوس هناك شغالين صناع خيام، وبعدين قابلوا مع بولس، ساعدوا بولس في الخدمه، كان بيشتغل معاهم. مش بس كده، وسط الضغوط الماديه الصعبه واتنين بيشتغلوا، يعني خلي بالك مش بحكي على بيت متفرغ لخدمة الرب ولا بيعمل في إرسالية ولا عنده دخل ما أبداً. في وسط ضغوط اضطهاد، في وسط تهجير قسري ورايحين بلد صعبة، لكن أكيد لو ساعدوا بولس، لكن كمان ربحوا أبولس. يعني تخيل بيت في كنيسة وبيت بيساعد أعظم الرسل ومن أعظم رسل رسول بولس، وكمان كلم أبولس عن المسيح لأنه كان بس بيبشر بمعمودية يوحنا المعمدان. في وسط الضغوط دي في كنيسة في البيت، في وسط الضغوط دي في زوج وزوجة متحدين. أعتقد الأيام دي محتاجة أكيلا وبريسكيلا، اتنين مش وعاظ لكن اتنين عايشين مع بعض، بيشتغلوا مع بعض، بيخدموا الرب مع بعض، بيعطوا من وقتهم ومن طاقتهم ومن حياتهم. عزيزي الزوج والزوجة، أنا عايز أشجعك، الأيام دي فرصة عظيمة جدا جدا جدا. الضغوط الكتاب ضيق عليهم لكي يشعروا، فالناس شعر باحتياج، نعم، بس فاضل الصوت الصارخ. انا بصلي تكون بيتك وزوجتك واولادك وحياتك، حياتك الصامتة بتعاملكم مع بعض، وكمان حياتكم المتكلمة بنشركم لكلمة الله، يكون خدمة حقيقية للمجتمع وخدمة حقيقية لجسد المسيح، تكون نور وقدوة لجسد المسيح. نعم. أسيس لو تحب تضيف حاجة قبل ما نرنم ونختم الحلقة. حابب قوي احط بس كلمات الخالدة. أيوة. العظيمة سفر أشعياء النبي أصحاح 43. أيوة. والآن، وهناخدها الآن دلوقتي في الظروف دي. والآن هكذا يقول الرب خالقك، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. إذا اجتزت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك. نعم. إذا مشيت في النار، نار الأسعار ونار الظروف ونار القوانين، أمين. إذا مشيت في النار فلا تلدع واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك، جعلت مصر فديتك، كوش وسبا عوضك، صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ويكرر ذات الكلام من آية 5، لا تخف فإني معك. هذا اللي وعد حي ما بيموتش، اللي وعد قادر، اللي وعد هو إله السلام. إله السلام لما يقول ما تخافش، هو مصدر السلام وإله السلام. أنا بطلب من قلبي بركة لكل زوج وأم فاضلة، يباركهم الرب ويساعدهم، كان عندهم أولاد يباركهم مع أولادهم على تخطي هذه مرحلة الشرنقة الضيقة المظلمة. لكن يا نفسي صبرا، الشرنقة تتكسر ويطلع منها فراشة للنور مرة تانية.
أسيس بشكرك جدا لوقتك ووجودك معانا النهارده، كان بركه لينا في البرنامج. اعزائي المشاهدين، انا عايز اشكركم لمتابعتكم لينا للنهارده. انا عارف ان في اسئله، طب اعمل ايه مع اولادي؟ اعمل ايه مع احفادي؟ حابب نوعدكم مره كمان، ربي يرتب وقت مع الاسيس ونقدر نتكلم في الموضوع نكمل. انا محتاجين اوقات تاني، لكن تعالوا نختم مع المرنم المبارك اخويا عمار، واحنا بنشكر ربي لاجلك اخويا عمار وجودك معانا النهارده كان بركة لينا. الترنيم الجميلة وكل شعب العراق فعلا جميل، أنا بحبه لأنه شعب طيب. وتعالوا نختم بالتسبيح والشكر للرب، حب نرفع عينينا على هذا الإله المبارك. أترككم في رعاية الله، منتظرينكم كل أسبوع وبرنامجكم يعود فيحيينا. تعال يا يسوع بيتنا واملى حياتنا صلاه، وبارك عيلتنا وادينا احلى حياه. تعال يا يسوع بيتنا واملى حياتنا صلاه، وبارك عيلتنا ودينا أحلى حياة. بمحبتك حوالينا قربنا من بعضينا، وكل واحد فينا تملك بالحب عليه. بمحبتك حوالينا قربنا من بعضينا، وكل واحد فينا تملك بالحب عليه. تعال يا يسوع بيتنا واملى حياتنا صلاة، وبارك عيلتنا ودينا أحلى حياة. نعبدك يا إلهنا في بيتنا أنت ملكنا، وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع لي. نعبدك يا إلهنا في بيتنا أنت ملكنا، وكلمتك في حياتنا أساس بنرجع لي. تعال يا يسوع بيتنا واملى حياتنا صلاة، وبارك عيلتنا ودينا أحلى حياة. حياتنا تبقى شهادة كل يوم زيادة، واملى قلوبنا إرادة نعرف الناس بيه. حياتنا تبقى شهادة كل يوم.